شيوخ عشائر من محافظات الفرات الأوساط وإقليم كردستان ينجمعون للمرة الأولى في النجف، أما المناسبة فهي مناقشة القوانين العشائرية أو ما تعرف محليا بالسواني، بهدف توحيدها ومنع بعض الأفعال الخارجة عن القانون ومنها الدقة العشائرية، فضلا عن المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار الدستور. أمور دخلت دخيلة على العراق مثل المخدرات والأمور الأخرى، الدقة العشائرية، الثانيين السواني، قسم يعني منطقة عن منطقة تختلف، واحد يطلب 600 مليون هنا، احنا عندنا بالوسط مثل، وهذا مؤتمرنا، احنا نريد يعني من الحكومة نطالبها، يعني نطالبها تشكيل حكومة بأسرع وقت، لأن لا تأخرت مو بصالح الشعب العراقي. تفعيل قانون المسعف كان أحد أبرز المطالب التي خرج منها هذا المؤتمر، فالمساءلة والملاحقة القانونية للمسعف عند نجدته ضحايا الحوادث القدرية في الشوارع تسهم وبحسب قانونيين وشيوخ عشائر في ضعف هذا الدور الإنساني الذي من شأنه إنقاذ حياة العشرات من المواطنين. قضية المسعف، المسعف اليوم قاعد يلاقي مشاكل من جهة الحكومة ومن جهة العشائر، وإحنا بدورنا من محافظة ميسان وحاليا أنا بالنجف الأشرف، عندنا قانون للمسعف أن يتخفف عنه حتى ولو كان هو صاحب الذنب وأنقذ الحالة، نخفف عنه الحساب اللي هو بالعرف العشائري. أكو أيضا هسه جماعة يدعمون ويمشون، فناس الأبرياء تيجي يشيل هذا الرجل وتوقع بهذا المشكلة، فإحنا شي نقول؟ نقول كعشائريين بها قانون هذه. وللوجه العشائري في النجف حضورا ملازما لها، فدورها بإنهاء الصراعات الشخصية والعامة يحتاج وفق ما يراه حضور المؤتمر إلى تنظيم وتعديل في الأعراف وبما لا يخرج عن دائرة قوانين الدولة. من النجف محمد رزاق، التغيير.